سلام حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالنا لايف ستايل اي دون اون نوفيل فيديو. فيديو اليوم اللي هو لاير كيك اللي درتها في عيد ميلاد بنتي. قلت لكم راني نحط لكم الفيديو ايتاب باغ ايتاب، راح نوري لكم كل مره التحضيرات كيف حتى جهزت حتى نخلصوا لا فيديو فينال اللي هي العيد ميلاد كيف حجز. دونك ها هي قدامكم اللاير كيك كما راكم تشوفوا فيها. انا درتها بلا باتا سكر وكتبت فيها بيان سور. نتوما تحبوا ديروها بلا كريم شونتي ولا ديكوراسيون، ولا ديكوراسيون تكون بلا بوش ادوي كما تحبوا. دونك ما نطولوش، نروحوا مباشره لطريقه التحضير. هذه اللاير كيك عندي هنا 6 حبات بيض كما راكم تشوفوا فيها، ولا كان عندكم 5 كبار. وعندي كاس سكر، حجم الكاس اللي هو 220 غرام. نفصلوا البياض على الصفار. انا استعملت البيتران، ثم لكن ما عندكمش بيتران تقدري تستعملي الباتور، هي من الاحسن باتور ولا بيتران. واللي ما عندهاش خلاص تقدر تستخدم اليد بلا فوي. دونك هذاك البياض البيض مع القليل جدا من الملح، ونبدا نحط له في هذاك السكر اللي هو سكر كريستاليزي تاع المنزل، نحطه له حتى نكمل هذيك الكميه كامله تاع السكر، ونخليه يتضرب هذاك البيض حتى نشوفوه على شكل ابيض مثل الثلج، ولا كيما تاع لا كريم ديزولي كيما لا ميرينغ. ومن بعد نبدا نضيف له في صفار هذوك 6 بيضات كيما راكم تشوفوا، ونخليهم يتخلطوا مع بعض ولا يمتزجوا. حتى نحسوا هذا الخليط خفيف، سي بور سا نحبوا نديرو في البيتران ولا الباتور. دونك هذا الخليط اللي يخرج لي هايل وخفيف، هذا هو اللي يخلي القوام تاع اللاير كيك اسفنجي ومام طون يطلع الفوق. وبالنسبه للافارين انا استخدمت كاس وربع الكاس، هذاك الكاس اللي شتو في البدايه استخدمت كاس وربعه. انتم على حساب حبات البيض كيما راكم تشوفوا، لازم نخلطوا مليح بلا ما نخسروا هذاك الهواء اللي كنا طلعناه ديجا، ومام طون ما نخليوش هذيك لافارين تبقى حاصله لتحت. دونك كاس وربع الكاس، مكونات بسيطه موجوده في كامل البيت، حتى انه كي نروحو نشريوها من الاسواق راح يكون ثمنها غالي جدا، وطبعا مش راح تمد لي نفس النتيجه تاع المنزل. دونك عندي البلاطو هذا تاع اللاير كيك اللي راكو تشوفوا فيه، ونصب هذيك لا كونتيتي اللي شفتوها بدون خميره، خميره الحلوى او اي شيء اخر. هذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا القوام، شوفوا العلو اللي دائما نحوسوا عليه دائما في الطاق تاعنا كما راكم تشوفوا. وطبعا الشكل الاسفنجي اللي رانا نشوفوا فيه شكل اسفنجي رائع. وهنا نكون تحصلنا على لاير كيك مع تيكستور تاعو اللي رانا نحوسوا عليه. ونقدروا هذه لاير كيك نديروها في اعياد الميلاد، مناسبات، ولا بدون حتى مناسبه، حتى نفرحوا العائله بطريقه بسيطه وسهله، وراح تكون النتيجه ان شاء الله ناجحه. ونتمنى تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير. حبيت نقول برك اللي اول مره تشترك في القناه ما عليها غير تفعل الجرس ليصلها كل جديد، واللي مشتركه ما عليها غير تفرحنا بلي جامو لي كومونتير حيت تكبر عائلتنا. كيما راكم تشوفوا هنا قسمت اللاير كيك الى 4 اقسام كما شفتوني القاعده، وثلاث اقسام اخرى. وشوفوا كيفاه راهي اسفنجيه. هذا خاصه هذا البلاطو اللي تحطم لتحت يساعدكم جدا في لي طارت اللي تحب تطيب ولا تشريه.
je pense ma واش غالي شريتو 60 الف ولا هي بيان سور راح تقولوا لي 60 الف غاليه مي اللي تحب طيبيتو تجمل هذاك المبلغ وتقدر ديرها بيان سور ما صورت لكمش لا كريم شونتي لا كريم شونتي طلعتها درت كاس كريم شونتي بكاس ماهوش مملوء حليب درتها ثقيله ودرتها في لابوش هدوي وكل مره نحط واحده من هذيك القاعده تاع اللاير كيك ونملاها بلا كريم شونتي اللي كنت استعملت لها لا كولورون غوز كما راكم تشوفوا فيها وهنا اخر وحده اللي هما اربع قطع واستخدمت الكوردون ولا مش الكوردون دبوس الشواء باه تحكم لي لا فورم ونسيت ما دخلتهاش في البلاطو تاعها الاصلي لو كان دخلتها راح تكون النتيجه احسن هنا بما انه المطبخ كان سخون شويه حسيتها راح تزلق معليش هنا جبت لا باتا سوكر كما راكم تشوفوا نحاولوا حلها ولا فردها ونستخدموا النشا النشا في حل لا باتا سوكر هنا بعد ما حطيتها فوق هذيك لا طارت الاسفنجيه الرائعه ولا ديكوراسيون انت تختاريها كيما تحبي تحبي تقسمي بالموس هذوك القطع وتحطي لي بيرل هذوك الجميله ولا كيما تحبي ولا عندك اشياء اخرى هنا لصقت هابي بيرثدي كان عيد ميلاد بنتي الثاني لعامها الثاني ربي يحفظها ويخليها ان شاء الله ويرزق كل محروم بالذريه الصالحه وربي لا يحرم حتى انسان من هذه النعمه واستخدمت كذلك الفيريرو روشي وكيندر بوينو وهنا كتبت بعجينة السكر باللون الوردي دائما وكاين واحد السيليكون فيه الحروف تكتبي فيه عجينة السكر ما عليا غير نقول لكم مشاهدة ممتعة وربي يحفظكم ويخليكم ليا ان شاء الله ويخليني ليكم ويرزقنا كل خير وربي يحقق أماني كل إنسان وكل متمني شيء ربي يحققه فقط عليكم بالعمل والمثابرات.